قمر الطائي تؤكد خطبتها بنورمار، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد تصريح قمر الطائي في آخر فيديو لها أنه تمت خطبتها من أشخاص لكنها رفضت، المتابعين في بث التيك توك قاموا بسؤال قمر الطائي، هل الأشخاص الذين خطبوها كانوا من المشاهير؟ وقمر لم تنفي ذلك وردت عليهم بممكن، مؤكدة أنه احتمال كبير أن يكونوا من المشاهير. البعض توقع أن نورمار هو الذي تقدم لخطبة قمر الطائي لكنها رفضت. رأيكم وتوقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ مفتي، هل كانوا مشاهير أو لا اللي طلبوك؟ شو السؤال؟ نجيبوا الأسئلة؟ ممكن، ما رح أقولكم إيه أو لا بس ممكن. وثق اليوتيوب رغد مروان عودته إلى دبي من خلال هذه الاستوريات. لما جينا على الجيم كالعادة مع ماي بارتنر. اهلا بالاوروبي. خاطرني السيارة؟ لك عادي ولو؟ عادي فداك. اعطيك بدالة سيارة. نحن بالسفينة بنسامح. انت بالسفينة شو؟ بنسامح. سامحوا؟ ايه. امبارح نزل فيديو على اليوتيوب في ستوريز كنت مصوره من هذيك الفترة بس ما نزلته لسه على الستوري، فحنزلهم هلا على الستوري وحروح على الجيم لبين ما اخلص الجيم. انزل كسر امه للجيم. ما عندي اياك.